أما هلأ فرح نروح لمساحتنا الطبية لنحكي أكثر عن موضوع التنظير في جراحات الصدر. أكيد حنحكي عن الأسباب وطرق التنظير وأهم مرحلة العلاج والاستشفاء مع الدكتور أحمد نسيب عرقسوسي، وهو استشاري جراحة عامة وتنظيرية وجراحات الصدر. صباح الخير دكتور. صباح النور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك دكتور مرة ثانية، وأهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحكي عن التنظير، وخلينا نخصص شو هي أهميته وخاصة في الجراحة التدبيرية للصدر. هلا نحن التنظير صرنا كجراحة تنظيرية بلشت بتاخذ صدد تمام بالأعمال الجراحية بشكل عام بأواخر الثمانينات، أول ما صار أول عملية استصر معها بالتنظير. من وقت منها بلشت تدخل أكثر من منحف، شلون هلا تطور أدوات التنظير، عدسات السكوبات تبع التنظير كلته ساعد إنه نفتح آفاق كثير جديدة بالجراحة العامة وبجراحة الصدر وجميع الجراحات بشكل عام. هلا حنعمل إنه في عنا جراحة تنظير للمفاصل، جراحة تنظير بالصدر، جراحة تنظير لأحشاء البطن كلها، حتى صرنا نشتغل دائق بالتنظير بالنسائية كثير عم يشتغلوا جراحة تنظير. شلون الشيء المميز جراحة التنظير هو شغلتين. أول شغل إنه نحن عم يكون رؤية تبعيتي من الأوضح كون نحن السكوبات عم تكون عم تعطيكي تكبير حوالي 10 ل 15 مرة، تمام. الشيء الثاني انه نحن نكون شهوق كثير صغيرة شلون عم بفوت مداخلنا، يعني 5 ملي أو 10 ملي، فهذا عم يكون ألم أخف، استشفاء بشكل أسرع، احتمال الانتانات الالتهابات عم تكون أقل بشكل كثير. فهذا كله له ميزات كثير على الجراحة التقليدية بشكل عام. هلا نحن بنحب نوضح شغلة صغيرة أساسية، إنه إحنا الجراحة التنظيرية هي قسم، يعني قسم أو طريقة ممارسة ضمن الجراحة بشكل عام، هي باستخدام أدوات نحن عم نشتغل الجراحة التنظيرية، ولكن نحن بيضل دائما الجراحة التقليدية هي الأساس بأي جراحة. طبعا تطور الأدوات، تطور الشغل، تطور الخبرات عم تخلي نحن كثير شغلات كنا سيئة جراحة تقليدية فتح كذا سنة عم نشتغلها بالتنظير، ولكن لا يعني إطلاقا إنه يعني نستغني عن الجراحة الأساسية. طبعا مناهج تعليم الجراحة العامة أو أي جراحة صدر كذا في قسم الجراحة التقليدية وفي قسم هو الجراحة التنظيرية. طبعا أي شيء أي إجراء ممكن يتساوى بالجراحة التنظيرية حيكون أفضل أحسن أقل كلفة للمريض من ناحية الألم، من ناحية الجهد، من ناحية لا قدر الله الاختلاطات الإنتان أو كذا، ولكن بضل إنه الطبيب هو الأقدر أثناء الجراحة أو قبل الجراحة يخطط الإجراء كيف يتداخل عليه سواء تقليدياً أو تنظيرياً. بالصدق صرنا هلا نحن صرنا باع طويل، يعني مو نحن بالعالم كله شنو كجراحة التنظير بالصدق إلى كتير مكانة بشغلات، يعني ما بتصير بتنظيم مثلا حاليا مثل الخزع الودي بالتنظيم، شلون عندنا دراسة كتير كبيرة عليها تتعبق مثلا كتدبير بالانصبابات الجنب الخبيثة، شلون كيف تشخصها كيف تدبرها كذا، شلون مريض بيكون سرطان منهك مو معقوله تعمل له شق طويل كذا، شلون مؤلم ممكن نحن مداخل صغيرة ثلاث مداخل عم نحل مشكلته بشكل عام، شلون في عنا جرح صدري عفوي، يعني أكثر من استطباب صار بتقول شو استطباب مطلق لانه تتداخل عليه تنظيريا. شلون هلا احنا عم نحكي انه حتما لازم تكون تنظيم مثلا لحالات كثير استثنائيه اوبن، كمان هون نفس القصه شلون بالصدر في عندنا يعني اربع خمس اصابات سووا تيم مطلقين بنشغلوا تنظيم. دكتور ذكرت بعض الحالات اليوم، اذا هيك حبينا نخصص شو اهم الحالات اليوم كثير ضروري موضوع التنظير من ضمنهم، يعني الطبيب كثير اليوم مضطر او محتاج انه يروح لعمليه التنظير. هلا هي مو مضطر، نحن في نقطه كثير اساسيه بالصدر في عم بيكون دائما بيكون جاء مشترك بين طبيب الداخليه الصدريه وطبيب الجراحه الصدريه، شلون انه قرر الاجراء الانسب للمريض، بس قلت لك شبه استواب مطلقه، بس الجراحه الصدريه العفويه الناكسه شاب بيكون طويل كذا فجاه صار معه الم، بتسمع بتلاقي اصوات يعني اصوات الصدر خافته صغيره، شلون بصير احيانا انه مثل الفقاعه تفتح فبتجمع هواء بين الرئه وجدار الصدر بتنخمس الرئه. هلا اول مره ممكن حد يحب مفجر الصدر، المره الثانيه بقول لك لا حتما فوت تنظير شو صاير، ممكن انت بنفس الحاله انه اذا كان فقاعه وكذا استابله وخلصت القصه حلت له مشكله وجنبته جرح كبير. نحن في نقطه كثير مهمه بجراحه الصدر، جروح الصدر سواء جرح الصدر الناصف او جرح الصدر اللترال الجانبي في عندك مشكله كثير كبيره انه عم تنقص الوظيفه التنفسيه للانسان حوالي 10%، فنحن اذا بدنا نحل مشكله ونقص الوظيفه التنفسيه تبعته منه يعني بتكون شو مشكله كبيره للمستقبل العقابيل، بينما عم تدخل تنظيف ما اثرت على الوظيفه التنفسيه تبعته منه حلت مشكلته وكمان استشفاء ممكن تعمل اجراء الصبح
يطلع المسؤوليات، هي احد الشغلات اللي ايجابيه ايجابيه طبعا. هلا الشيء الثاني نحن بنحكي فيه اكثر من جراحه فرط التعرق، وحكينا اكثر من مره شلون، وطلع في عنا دراسه كثير كبيره مهمه على القصه هي. ما بضل بيشكوا فرط التعرق يعني، طبعا بعد ما بتنفي الاسباب الثانيه بكون بسموه فرط التعرق اساسي، بيكون في زياده بالنشاط الودي. فالحل كان كثير بسيط، انه بتدخل بالخلين بالتنظير، عم تشيل السلسله الوديه اللي عم مسؤول عن تعصيب الغدد العرقيه بالوجه بالباط كذا، وعم تحل المشكله، والميت عم يطلع بنفس اليوم يطلع على بيته وحليت المشكله كامله. مو معقول تفتحي صدر شقه كبير مشان والله واحد عم يعرق، بس بالتنظير ثقوب صغيره جدا وعم تحل المشكله والميت عم يتشافى ويطلع بنفس اليوم على بيته. مش كيف الشيء الثالث اللي انا كريه هو انصبابات الجنب بسياق الامراض الورميه، عم يصير تجمع بالسوائل بين جدار الصدور بين الرئه، عم ياثر على فعاليه الرئه ما بتشتغل مزبوط، وبنفس الوقت المريض يعني بكون منهك اساسا مريض سرطان. فنحن ممكن بجراحه تنظيريه دخول بسيط مدخلين ثلاثه، عم نسحب السائل، ناخذ خزعات عينات او شو، ممكن احنا احيانا ندخل بودره التالك بس حتى نعمل ايساق، بقولوا ايساق جنب يعني، عم مشاكل كلها عم تنحل عن طريق ثقبين ثلاثه او شو، الألم لا يسكر شلون، وزي ما انت شايف بيكون سريع ان شاء الله. تمام. نعم دكتور، اذا بدنا نحكي عن الجانب الثاني، حكينا عن الايجابيات الكبيره إلى، هل هناك اي مساوئ مهما كانت يمكن صغيره او بسيطه ممكن نحن نحاول نبتعد عنها اثناء الجراحه التنظيريه؟ لا هي مو مساوئ الجراحه التنظيريه، بالعكس قلت لك انا اي جراح ممكن يصير تنظير. نعم. يعني افضل يصير تنظير. الفكره الاساسيه نحن بس مشكله الجراحه التنظيريه منحنى التعلم تبعيته منه عم يكون يعني بياخذ فتره طويله لحتى تعلمي مقيم اسنان، بياخذ فتره طويله، بياخذ زمن تدريب اكثر لحتى توصلي عكس الجراحه التقليديه المفتوحه شلون. فهي مو سلبيه بس هي انه بتحتاج وقت اكثر وامكانيات اكثر. هلا نحن السلبيه الثانيه عندنا بقطرنا يعني بسبب ظروف الحصار والظروف الاقتصاديه يعني مكلفه شوي صغيره. عندنا ادوات وعندنا خبره، وكنا من فتره عم نحاول الدكتور استاذ عبد الغني عفتون رئيس رابطه جراحه التنظير الحشويه عفتون، عم نحكي نفس القصه عفتون. معظم العمليات عم تصير بالعالم كلها اطبائنا هون عم يسووا بشكل جيد ونتائج كثير حلوه، بس نحن مشكلتنا مشكله المنحى المادي عفتون، يعني هو اللي عم ياثر شوي صغير. بس الجراحه التنظيريه المستقبل، هي جراحه المستقبل لسه بعد ما نحكي جراحه الروبوتات، هلا كمان عم تكون شغله لسه متقدم اكثر. العقبة الوحيدة هي عقبة مادية، وما تبقى أي شيء ممكن يصير تنظير يفترض يصير تنظير شلون. نعم نعم تمام. كمان اليوم رشا هذا الشهر هو شهر التوعية كمان مثل ما بنعرف الشهر هيك آذار يعني تمام للتوعية إن كان بسرطان البروستات وعنق الرحم وأيضا سرطان الثدي. خلينا نحكي اليوم عن جراحة تنظيرية أيضا بهذا المجال، هل هناك يمكن شيء تنظيري ممكن نقول لهي الأمراض للأسف اللي هي كثير منتشرة بشكل كثير كبير، وكمان علاجها إذا بدنا نقول على المدى الطويل مثل ما بنشوفه هو مؤلم أيضا؟ هلا الفكره الاساسيه بكل امراض السرطان بشكل عام، والثلاث سرطانات عم نحكي عنه انه نتوعي فيهم هذا الشهر، سواء سرطان الثدي، سرطان عنق الرحم، سرطان البروستات. الفكره الاساسيه دائما هو الكشف المبكر هو اللي بيعطي احسن نتائج واقل مشاكل وعقابيل ورد المريض. عفتك هلا سرطان عنق الرحم ممكن بكل بساطه لوطاخه بسيطه عند دكتوره نسائيه شلون، دكتوره نسائيه لوطاخه بسيطه لعنق الرحم شلون ممكن تشخص انه في بدايه سرطان او ما بدايه سرطان، فاجراء كثير بسيط وكذا وهي مراجعه بنك. طبعا نحن طبعا الاسئله بيحكوا اكثر منا، بس يعني كل نزف نحن عم نحكي عن عمليات التنظير ممكن تدخل بهدول انواع السرطانات. طبعا طبعا نحن كله بتشخص شو اسمه، قلت لك احنا تنظير الصدر او حتى تنظير عنق الرحم باطن الرحم يعني كله اجراءات هي متنوعه. بس قلت لك هلا نحن التنظير حاليا نحن بسوريا في عنا ثلاث رغبات جراحه تنظير، نسائيه ومفاصل وجراحه حشويه. فكفكره لا انه انت تنظير ممكن يفيدنا باكثر من شغله، بس برجع بحكي بكل هدول الكشف المبكر، الكشف المبكر هو افضل هو يعني افضل يعني افضل علاج، لانه هذا شهر التوعيه دكتور يمكن اغلبه رشا للكشف المبكر النسائيه اللي حتى ما بتعاني من اي اعراض، بنتمنى دائما يكون في كشف مبكر لحتى يكون العلاج يمكن. هلا نحن كنا من فتره كنا عم نحكي بشغله، نحن يعني بدراسه سووها شلون كان بقى وكان هون معظم المرضى او معظم الناس اكثر طبيبين بيراجعوهم بحياتهم كلهم شلون؟ طبيبه الاذنيه وطبيبه النسائيه شلون؟ هدول اكثر ناس بيراجعوهم بحياتهم كلهم. طبيبه النسائيه مو غلط الست بعد سن ال 40 يعني شلون؟ طبيبه النسائيه بتمنى تعملها كشف شان سرطان الثدي، بتعملها كشف عنق الرحم، تمام؟ هي اخذنا خلصنا منه. بالنسبه للرجال فحص كثير بسيط شلون؟ اذا في كان صعوبه بالتبول كذا، وبعد ال 40 بنعمل تحليل بيسي شلون؟ هذا يعني
يعني تحليل عشتهم بيقولوا بيزك اساسي بحطوا هشتون اي تغير بالارقام تبعته منه بصير واحد بدور بقى بيستقصي كذا هشتون. هلا بتحكي لي بالتنظيم بالتنظير البوليه هشتون صار البوستات كذا بين كان مشاكل عناني وقصص طويله هشتون وعمليات كبيره بين عم يفوتوا جرفوا البوستات وكله خلال نص ساعه ثلاث ارباع الساعه هشتون. تنظيم كثير واعد بس هلا نحن كفكره فوتوا يعني قصه الكشف المبكر لسرطانات خاصه اللي ممكن الوقايه منها كتير اساسي وهو علاج الاساسي لانه احنا وقت عم نكشف شيء باكر عم يكون علاجنا اسرع ونتيجته افضل ونتيجه بتكون حاسمه نهائيا ان شاء الله تعالى. اكيد دكتور مثل ما ذكرت اهم شيء التوعيه ونكسر في كتير اشخاص عندهم حاجز خوف يعني من هدول القصص انه بخافوا يروحوا ويطلع شيء فاليوم انتم لا بالعكس يعني خليه يطلع حتى لو كان في انه يطلع ولكن انتم لحقتوا الوقت على القليله. دكتور خلينا نرجع شوي للجراحه التنظيريه، شو اهم التطورات اللي دخلت عليها وان كان ضمن سوريا او خارج سوريا؟ هلا نحن اهم شغله هلا حاليا هو جراحه الروبوت. جراحة الروبوت هو جراحة كتير متقدمة عن جراحة تنظيمية، انت عم تدخلي مداخل تبعيت منك يعني وممكن جراحة يكون بغرفة تانية او ممكن يكون على التليكوم عم يشتغل بمكان بعيد مئات الكيلومترات اشتون. الجراحة مسلمة كأنه لعبة اتاري يعني اشتون، مجرد انه في جراحة مزبط المداخل وفي جراحة بيكون عنده خبرة شلون عم يشتغل فيها. هي جراحة كتير واعدة خاصة بسرطانات البروستات وعوامل المستقيم يعني نحن الحوض بيكون ضيق وفي عندك اعصاب لازم تجنبيه مشان ما تعمل مشاكل، فجراحه الروبوت عم تكون كثير 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 فعاله. هلا نحن عند منك العدسات عم تكون هلا في عدسات التباين تبعيتها منها عم تعطيك انه 3 دي للشغل، انت عم تشوفي يعني مجسم اكثر ما انه والله بس بعدين عشتون بعد واحد. يعني هي اهم شيء اللي عم يصير عشتون بالعالم، عرفت كيف؟ الادوات عم تتطور حسب ما يعني هلا معظم شركات التجهيزات الطبيه الجراحين معروفين كذا شلون دائما عم يكون معهم مهندس تقني انه هالاداء بدك اياها انحناء كذا شو بدك عم يصمم لك يعني الشيء اللي انت كل عقبه بتلاقيها عم يصمم لك اياها شلون. هلا نحن بنحكي اول ما اشتغلنا مثلا بدايات جراحه البدانه او كذا كنا مستعنا صعوبات وكذا شلون مهندسين الشركه بدنا كذا يتواصلوا مع الشركه تبعتنا، ففتره صرنا عم نشتغل اخر شيء يعني العمليات صارت عم تجي بتقولوا يعني مو تسلاهي بس يعني كثير صعوبات سهل كذا. اول عمليه بدانه انشغلت بالعالم ضلوا فيه 4 ساعات ونص، هلا معظم العمليات عم تشتغل نص ساعه ثلاث اربع ساعه، فتطور الخبره بس كمان تطور الادوات السكوبات العدسات كذا كلها تهي عم تشتغل. بس هلا الشيء الواعد للمستقبل هو جراحه الروبوت، هذا كثير كثير يعني شغلك مستقبليا كثير حتكون يعني واعد ان شاء الله تعالى. نعم كل الشكر لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، تحيتنا من هون من صباحنا غير اكيد لكل اطباء سوريا يلي بذلوا جهود كثير جباره يمكن بكل المشاكل اللي مرينا فيها وبكل الظروف الصحيه وخاصه بفتره كورونا. اكيد بدنا نوجه لهم كل التحيه، يعطيكم الف عافيه ونتمنى اكيد انه هذا التطور رغم الحصار الاقتصادي اكيد مثل ما بنشهد دائما دكتور مثل ما بنعرف الاطباء السوريين دائما مميزين بمختلف انحاء العالم. كل الشكر لك دكتور. شكرا دكتور لصباحك ولكل المعلومات اللي قدمتها.